أبنائي وبناتي دفعة تالتة ثانوي ومتابعي قناة كوكتيلوبيديا، بناء على رغبة الكثيرين منكم سيتم عقد محاضرة مجانية في مادة الفيزياء للصف الثالث الثانوي، وتشمل شرح وحل كل الأفكار الخاصة بي: 1. حساب مقاومة الموصل، 2. التوصيل على التوالي والتوازي وحساب المقاومة المكافئة، 3. إيجاد قراءة كل من الأميتر والفولتميتر، 4. شدة إضاءة المصابيح، 5. تأثير المقاومة المتغيرة في الدائرة الكهربية. وإن شاء الله المحاضرة دي هيتم عقدها يوم الخميس القادم الموافق 24/10 في تمام الساعة 5، وهيبقى زمن المحاضرة 2 ساعة. وإن شاء الله المحاضرة دي هتبقى في مركز سينيورز أكاديمي، والمركز ده موجود في المنطقة 7 الجديدة على شارع جمال عبد الناصر مدينة السادات. يا ريت اللي هيحضر المحاضرة دي يتواصل ضروري مع السنتر عشان يحجز مقعده، وهيبقى طبعا الحجز حجز مجاني لكن الحضور هيبقى بحجز المقعد. وبالتوفيق لجميع أبناء الطلبة ومتابعي قناة كوكتيلوبيديا.